لي. أحسن خسائر. ورد، تكبدنا 4 قتلى و3 جرحى. ومن عندهم 8 قتلى وجريحان، أحدهما كان يرفض أنفاسه الأخيرة فأرحته بهذا. ما كان علينا أن نترك القبيلة في ليلة كهذه دون أن نشدد الحراسة عليها. ولكنهم كانوا يحتفلون بزفافك. فليذهب زفافي إلى الجحيم، لسنا وحدنا ما يقنص الفرص. إنه خطأك، أنت المولج بحراس المطارب. لم ينالوا مرادهم يا ورد. لأنهم قلة يا أبا غضنفر، ولو كانوا أكثر عددا لانتهينا. على رجلك يا ورد، لقد حدث ما حدث يا بني، وابن قينقاع تلقى درسا آخر. تلقى درسه الأخير يا أبا شأس، فقد ذبحه ورد. إنه انتصار نحسد عليه يا ورد، يغيرون علينا مباغتين فيخسرون ويولون الأدبار. ماذا تريد أكثر من ذلك؟ لا أريد أن أفقد أحدا يا أبا الغضنفر لقلة حرصنا واستهتارنا بسلامتنا. هيا ادفنوا القتلى واعتنوا بالجرح. غضنفر اتبعني أيها البطل. أبا النعمان أريدك بكلمة. تؤمن بالنحس؟ لقلت إن زواج ورد من العفراء هو سبب ما حاق بنا. ما دمت لا تؤمن بالنحس فلما تقول هذا؟ لأننا لم نتعرض لغارة منذ أصبحنا أقوياء. لقد أغرنا على ابن قينقاع فكان لابد أن يرد علينا، ونحن نعرف من يكون سواء كانت العفراء بيننا أم لا. ولكن إن شئت أن تعلق ذنبا على أحد فعلقه على ولدك الغضنفر. أسلم بأني تقاعست، ولكن وجود جميع الحراس في أماكنهم ما كان ليمنع ابن قينقاع ومقاتليه من الدخول إلينا. هذا صحيح. لو أنهم اشتبكوا مع الحراس لخرجنا إليهم، فكنا أقوى على صدهم قبل أن يلحقوا بنا الخسائر. أي خسائر؟ في كل معركة يفترض أن تكون هناك خسائر، وبالمقارنة مع ما خسروه معنا فكأننا ما خسرنا. ألا يكفي فرارهم أمامنا كجراء حمقاء؟ صحيح أننا خسرنا بعض الرجال يا منذر، لكن هزيمتهم جعلتنا أقوياء أكثر. على كل حال كان لابد لنا من هذا الدرس ليكون لنا عبرة، فيلتصق الحرص بنا لا نفارقه ولا يفارقنا.